Colombia. اليوم يوم مقدوس يا طارة، نبي أقوى هجولة اليوم، نبي تدريس، نبي تفحيط، نبي كل شيء، نبي شطر بطر يا كينج. أبشر بعزكم يا عيال، أطرخوا. كفو يا زقرت وما عليكم، الايام الجايه بتشوفون تفحيط العب من ذاك. وارخوم ارخوم اتحداك يا شيخ، خذ لي ذيبان هذه حق راسك. وش ذا؟ حبوب مالي فيها ورع عندنا. ابو عامر ابنك ازعجنا وازعج الجيران طول وقت تفحط، لا نعرف ننام ولا نعرف نرتاح. يا اخي شوف لك حل خلاص. ولدك يا ابو عامر يلقي بنفسه للتهلكه وهذا ما يصلح ولا يجوز. اسمعني هي كلمتين، عامر لا يمشي مع شكوش، واذا مشي ترى اشتكي للشرطه. وصلت؟ العذر من ثمكم، هالولد هذا فاسد وفشلني قدامكم. خلاص ما لكم ان شاء الله الا اللي يرضيكم. طلبت لي إدام وملوخيه. طلبت يا كينج سلطه وطحون. طلبت يا كينج. اكيد اكيد. كفو الشطه وينها؟ اصبر خليه يجي الطلب. انت منحوس بدي احد يطلب الشطه قبل. هلا والله بكينج دريفت، يمكن صوره معاك. لا 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 اسمح لي يا الحبيب، انا ما اصور تعرف عشان ما يصير العين علي هم من انقفض. طيب اذا هجولت بطلع معك. تطلع معي وين؟ لا هجولت معزز قوطي. انا قوطي هنا. ايه فقي. لا معليش تعرف التعزيز يبي له اصول، وهذولي اخوياي من قبل يعني غطف وجهي. شوف شوف شوف. لا 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 تعرف لو كنا نفحط هذا كان يراقبنا. ماني مرتاح له. بروح ازبد له واقول له وش عندك تراقبنا. يا ابن الحلال انا مش تزبد له. هذا شكله بحث. سمعتك يا عامر، خلينا نروح للعامل نقول ناخذ غدا سفر نتغدى في الاستراحه يا ابن الحلال. يا محمد سفري سفري. وحش يا عامر، بس شوف اللقطه الاولى جايه صح، النطله الاولى جت، النطله الثانيه دخلت على الجمهور، بس بصرفها بلقطه حلوه. كفو يا الذيب، اتحداك اذا ما جربعتهم اتحداك. قاعد تناظر انت وياه؟ واحد ينقز يروح يفتح الباب. قم شكش افتح الباب. قم انت روح افتح. قم انت يا ابوي انت افتح. قم انت. هي يا ليل الورع. انا خلاص واحد منكم يطمر يفتح الباب. خلاص انا بقوم افتح الباب. كمل كمل يا شنب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولحقنا بعد الى هنا؟ على بالك ما ندري انك تراقبنا ها؟ انت فاهم خطأ. معك سعد بريك مدير اعمال سائقين درفت. والنعم والله. اقلط اقلط تفضل تفضل حياك يا ابوي. ايه دقيقة دقيقة وش اللي تفضل؟ طيب وش اسوي لك يعني؟ كيف اقدر اخدمك؟ انا شفت انك سائق موهوب
وممكن نطورك ونساعدك تصير بطل. أخس أنت تساعدني أنت؟ أنا بطل من أول وكينج الطارة بعد، تفهم ولا ما تفهم؟ كفو. مو مشكلة مو مشكلة، أنا اللي أنا أبغى منك شغلة واحدة، تجيني أنت والشباب وتشوفون الساحة اللي عندنا مخصصة للدريفت ومخصصة للرياضة اللي أنت تحبها، وبعدها أحكم. ما عنده عند جدتي حاطين فيري في الكفرات عشان تطلع الدخان. شوف الابطال الابيض اللي حضرت الجميل وانطلقوا معانا، انطلاقه مميزه بين خالد والزكريا. شوف الانجراف كيف قدم خالد الدريفت الجماعي، شوف خالد كيف الانجراف، شوف الوديه وزكريا يديه، لكن جابها 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 البطل في الصداره بطول. شوف وتابع استمتع مع الدريفت، هنا الحماس هنا الاثاره. مش رايك؟ هذا تفحيط زلايب رخوم، الهجولة مب كذا، الهجولة في الشوارع. يا عيال، عاجبكم جو الدوفير ذا ولا نمشي؟ الجو زي اللهب، وين نروح؟ يا حبيبي والله أنا قيادة، ما شفت كيف عطاها على البيبان، والله أنا يسوق. أتحداك يا قيادة. برافو كابتن، برافو. لازم كذا، لازم نكسر روسه. مبروك يا بطل. اكيد طبعا أكيد. بس حبيت اخبرك انه احنا عندنا سبق تيني. عندي خبر. عندك خبر؟ اوكي، جهز لي كفرات وراجع الحين. اوكي خلي حسن غير التايرات بعد اذنك. باقي خمس دقائق والسباق يبتدي والمتسابق محمد ما جاء، نعتذر من الجمهور الكريم. اوه لو انك جاهز يا عامر كان خليتك تشارك. موتري موجود وجاهز. لا يا حبيبي موترك ما ينفع، يبيلك موتر رياضي زي اللي يشاركون فيه الشباب، مجهز بالسيفتي والشغلات هذه اللي تخص السباق. يا حبيبي انا كنق الهجولة، دخلني بس ومالك الا طيبة الخاطر. شفت هذا خالد اكسر لك راسه، وش عنده؟ اقمعه وكفرات، فحطنا على ارصفه. ان شاء الله المره الجايه، ان شاء الله المره الجايه. اقول تبي تدخلني ولا امشي؟ ونشوف الان وصل المتسابق عامر من فئة الهواة، واحد الهواة مع المتسابق الاول مرة تصير من فئة المحترفين خارج جمهورنا. نتابع الان والنظرات، النظرات والشحنات الان، نظرات التحدي بين البطلين، تحدي كبير بين عامر وخالد، جمهورنا ومتابعينا في هاللحظات. تفضل اخوي. وش ذا؟ هذه عشان السيفتي يا اخوي. ليه عندكم حكايم هنا؟ ما عندنا حكايم اخوي، بس لازم تلبسها، ممنوع تدخل بدون ما تلبسها. خلاص خلاص بلبسها، بس لا تنفع. عامر سوى سبير يا ناس، لكن خالد دخل احترافيه.
هاي الذيب والله يقولون انت مسخرة امس نسوي بيها ها كنت قد درفت والله اني محلك ما اطلع من البيت يا حبيبي هاي ما تتوكل انت وياه ترى فاضي مشاكل اسري يا شبا يا عيال خلوه هذا مسوي يعني اني توباك بعدين هو قافله معه علشان ما اخذت منه الحبوب ذاك اليوم السلام عليكم وعليكم السلام جاي تطقطق انت بعد لا جيت اطقطق ولا حاجه انا ابغاك ترجع معانا مره ثانيه الحلبة صح انك خسرت معانا امس بس تعال جرب مره ثانيه ترى الحلبة تختلف عن الشوارع احنا عندنا انظمه وسلامه وعندنا مضمار مرسوم صدقني تعال وراح اساعدك وراح تكون بطل انا ماني راجع انا مكاني الهجوله في الشوارع لا والله يا عامر لا مكانك لا شوارع ولا شيء انت والله مكانك الحلبة تبي الصراحه انا وشوكش وكفته راح نوقف معك يد واحده واهم شيء تكفى ابغاك تهزم هذا اللي اسمه خالد ايوه تكفى نبغاك ترجع ابوي تكسر راسه ها هذول يا اخوياك بيساعدونك وانا راح اكون معاهم وصدقني راح نهزم خالد وغير خالد بس اللي نحتاجه شيء بسيط من اخوياك بس ابغى منكم تشوفون لي فريق الصيانه انا فاهم في الميكانيكا وياسر فاهم في الكهرباء وكفته فاهم في الكفرات يعني بنشري ها ايش قلت ها اخلص بنشل شوية عندي ياسي أبغى أنكم ترخونا شوية أبغى يكون لين ضروري يكون لين خلاص أوكي والكهرب شوف شيكوا على الكهرب تقطع السيارة فيها فحس فيها مشكلة ما في مشكلة من شيء الله يعطيك العافية حبيبي كابتن خالد أهلا لحظة من فضلك حبيبي لو سمحت شفت هيدا اللي أبو أبوعه أيوه عرفت أتذكر هيدا سعد جاي عم بيحكي معي إنه بده يتحداك مرة تانية تحداني أنا إيه مجنون هذا الولد يحسب نفسه بالشارع ما يعرف انه انا ملك المضمار هنا شو هيدا يا خيي ما عنده فهم خليه يجي هنا ونعلمه الوعد في الدريفت يا معلم الوعد في الميدان نعلمه اوكي لا تشيل هم لا تشيل هم حبيبي على اذنك لك انا خذ راحتك خذ راحتك السلام عليكم السلام شوف هذه لازم نركبها الليلة ضروري جد يا عيال ترى مساعدات مهمة ها لا شوف ركز على حكي ولك إلك عين كمان واقف قدامي لخذ مفتاح العجل عنا بديله 10 يا خيي أقول تبي تنقل عن وياه ولا أقطم لك لحية ذا الدافور اللي معك إيه قال عندك روح رياضية هي فيها روح رياضية شباب مو بهالأسلوب ومو بهالطريقة ما تنحل الأمور بهالطريقة هدوا الأمور يا شباب هدوا الأمور إيش فيكم طيب يحترم نفسه أنا ماشي لكن الوعد في الميدان سمعت النكتة يا عيال بس الوعد الميدان تهدد أنت وجهك الوعد الميدان ها أركض فديتي هلا بريحة لي هلا بكل إلي اقعد حبيب اقعد وينك كل هالأيام ما أشوفك ولا بس قاعد تمحط وتلف وتدور فشلت لي بالناس فشلت لي بالجيران بتفحيطك مش ملاك انت يا يبا الوضع تغير الان سجلت في سباق منظم وان شاء الله بكره تحضر وارفع راسك الحين ازعجتنا بالحاره تبيني اروح اشوف تفحيطك بعد يا يبا مو بضارك شيء انت تحضر معي ومالك الا اللي طيب خاطرك كابتن خالد بدي اياك تخلي الهيدا اسمه سعد ما يتحدانا مرتين بناو خليك من سعد انا بخلي عامر هذا يعتزل الدريفت ولا واعتزاله مبكر بعد
وينكم يا شباب؟ معلش تاخرنا عليك. عامر الحين بيدخل. فينه؟ شوف هناك الحين بيدخل. انطلق السباق من جديد، هل راح يرد الدين عامر ولا لا؟ نتابع الإثارة والحماس اليوم كلها عندنا في هذه اللحظات الجميلة. نشوف الآن الكابتن خالد متقدم، يتقدم 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 خالد على عامر، ولكن عامر قريب من خالد، قريب من خالد عامر. نتابع لحظات جميلة، لحظات كلها أكشن وحماس وإثارة، حماس وإثارة. أوه لا 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 لا، وعامر سواها عامر، وشوف الجمهور متفاعل. يلا يا عامر روح 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 روح، ويرجع معانا خالد والكابتن البطل خالد يرجع يقرب من عامر. الآن قريبين من بعض السيف، قريبين والله حماس إثارة ما ندري من فين. بنشوف خالد ويروح عامر، سواها عامر سواها عامر، ورد الدين عامر رجع بقوة كبير يا عامر. لا 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 لا، الآن سجلت في سباق منظم، وإن شاء الله بكرة تحضر وارفع راسك. مبروك. ألف مبروك عامر. الله يبارك فيك. عامر بداية كيف بدأت معك هذه الموهبة؟ والله بدأت من الشوارع والهجولة إلين ما وصلت هنا عند ساحة الدريفت. أخوي عامر، ما الفرق ما بين الهجولة في الشوارع أو تفحيط في الشوارع والساحات المنظمة مثل هذه اللي احنا موجودين فيها؟ والله الفرق أول صراحة في الشوارع كانوا يدعون علي، والآن هنا في ساحة الدريفت يصفقون لي زي ما انت شايف. Yeah, it's it.